طيب نبدا مع حضراتكم حلقه النهارده واهم الاخبار والعناوين. الاهلي يجري مسحه طبيه استعدادا لمواجهه المقاولين العرب. موسيماني يجتمع بلاعبي الاهلي قبل انطلاق مران اليوم. عبد الحفيظ يعلن غياب وليد سليمان مده لا تقل عن 4 اسابيع. اتحاد الكره يخطر انديه الدوري الممتاز باجراء مسحه كورونا قبل المباريات ب 72 ساعه. أشرف صبحي بيقول فخورون بمنتخب اليد وهذه رسالتي للجمهور. لجنة المسابقات بالليجا تقرر إيقاف ميسي.